قد اشياء جاءت النقل، هي من ضمنها هي اعطاء راحه يعني من الكادر التدريبي 10 ايام من ضمنها راحه سلبيه، راحه سلبيه من ضمنها ملف المحترفين. فهاي الحسابات انت كمشجع انت تبقى متخوف من يمها، شنو الحل؟ لا حد يطلع يبرر ولا انت تنقل النقطه الايجابيه. النقطه الايجابيه يا كابتن وسام، اللاعب العراقي علاقته بكره القدم ساعتين فقط. صحيح، ساعتين فقط اللي يجي بهن بالنادي. احنا مو محترفين، احنا مو يروح يتمرن 5 ساعات و4 ساعات بامانه، ماكو هيك عندنا احنا. فالنصيحه لك ساعتين ويجي من ورا خشبه، نصيحه لك انت والله ما له خبر بس يريد يخلص يريد يخلصها وانت تجبر جبر على التدريب، واكو لاعبين ما يتمرنون يعني دير وجهك انت هيك، هو ما يتمرن هو الى التدريب. فانت هاي الثقافه، هاي ابتعد عن هاي الثقافه، انت ابتعدت عن الفريق في ظل المنافسات ونقطة حرجة كانت، يعني أنت تغلب تتفرغ للدوري، لا ملف المحترفين أنت تحملته زين. إذا أنت ماكو ناس داير مدارك أنت بين جيب له مساعد من يدرب بنادي القوة الجوية وخفايا نادي القوة الجوية يقدر ينقله في الصورة. بس ياسر يعني أنا بصراحة صعبة جدا مال 10 أيام، يعني العامل البدني أنت شلون تراهن على العامل البدني ورا العشر أيام راح تلعب تأسيس؟ أنت جاي تقول أني فريق مجهد على عين وراس، هو شنو الإجهاد؟ يعني شنو الإجهاد؟ إجهاد يومين أنت استشفاء، يومين استشفاء عندك ثلج وعندك قاعة حديد وتخليهم زين. أنت ذولا بس اللي يلعبون عندك ذولا، بس هو مو عذر، هو مو عذر. الفريق الثاني وين؟ من يهيئ الفريق الثاني؟ أكو لاعبين ما لاعبين لحد الآن 56 دقيقة. وهذا التطور الحديث لكرة القدم أنت راحة سلبية بعد؟ لا هو صار جزء من الاستشفاء وعلاج الجهد هو التمرين. أنا هاي النقطة اللي داري داخل ويا ياسر عليه، أنه يعني وين أكو بعد بالعالم أنه أنطي يعني عذرا أنه ممكن إحنا مو انتقاد، هو عنده أكيد أسلوبه وعنده سيستم يمشي عليه، بس ماكو شيء بالعالم بعد اسمه راحة سلبية. إحنا حتى المصاب اليوم على مستوى تطور العالم، حتى المصاب يقول لك مصاب برجله اجي شغله فوق ثاني يوم، ما اخلي ماكو شيء اسمه راحه سلبيه، اكو راحه ايجابيه ممكن انزل التمرين اذا مجهد الفريق. عذرا اتكلم بطوله كاس الاتحاد الكهرباء من اربيل للبصره، من مطار بغداد سياره رحنا للبصره، وين الاستشفاء بالموضوع؟ ومش الفريق وراح. انت تعرف شلون تدير الامور، انت لازم توصل لك هاي المعلومات بان اللاعب العراقي لاعب لازم يكون قريب على التدريب يوميا، ولازم اللاعبين البدلاء يحصلون على حصص تدريبيه عاليه. بامانه وتجرد، وين اخطا وسام رزق مع القوه الجويه؟ هسه قلت لي وحده الراحه السلبيه، المحترفين عندك مشكله وياهم؟ هو تحمل ملف المحترفين، لحد الان ملف المحترفين غامض.